مشروع إعادة تأهيل وتجهيز قسم الروضات بمدرسة المجادل الرسمية هو جزء من دعم قوات الطوارئ الدولية المستمر للمؤسسات الرسمية بمنطقة عملها وخاصة المدارس الرسمية. الفريق الصيني نفذ العمل بإيده بجهود جبارة بوقت كتير قصير وبعمل كتير متقن ورائع لناحية الدهان وتنسيقه صيانة الكهرباء وكان كتير متفاني بالعمل. بالرغم من العوائق اللغوية ما بين جنود وحدة الهندسة الصينية والهيئة التعليمية والتلاميذ استطاعوا قدروا يتواصلوا بشكل جيد لضمان نجاح هذا المشروع، وهذا بيثبت أنه لغة النوايا الحسنة والسلام هي الأقوى والأفعل.